طيب هلا عندنا هذا السؤال هون. عندنا دلو مي بيوسع 2000 لتر خلال 5 دقائق، بيوسع فيه انه نعبي فيه مي 2000 لتر خلال 5 دقائق، اوكي. وعندنا هذا البربيش اللي من خلاله بنعبي فيه المي. بقول لك ايش هو الكيو؟ على السريع بنقول انه الكيو عبارة عن 2000 لتر على 5، اوكي، فبيطلع عندنا 400 لتر بير مينت. اخر اشي بنقسمه على 60000 عشان نحوله لمتر تكعيب على ثانية، بيطلع معنا الجواب 6.6 × 10³. هذا الكيو طلعنا. طيب هلأ بده سرعة المي، نطلع سرعتين، سرعته عند المساحة الكبيرة أو من الفتحة الكبيرة وسرعته عند الفتحة الصغيرة. فأول مرة بنقول عند الفتحة الكبيرة، هلأ هون معطينا الديامتر 2، القطر كله 2، معناها الآر رح يكون 1 سنتيمتر. من الجهة الثانية معطينا الديامتر 0.25، معناها الآر نصف القطر حيكون 0.125. فلما نجي نطلع السرعة هون على السريع بنطلعها، بنقول الكيو على أريا. هلأ الكيو اللي احنا طلعناه 6.6 × 10³، الأريا بنقول باي مضروبة فيه. هلأ هون الآر تربيع، الآر أول وحدة 1 سنتيمتر، فواحد في السنتي عشان نحولها لمتر نضربها في 10³، الكل تربيع، فمنطلع هاي أول سرعة. طيب هلأ هون تاني سرعة برضو بنقول الكيو على الباي مضروبة في الار تربيع. هلأ الار في الثانية 0.125 سنتي، ضربناها في 10³ عشان نحولها لمتر، والكل تربيع وبنطلعها. آخر إشي هون معطيك ملاحظة إنه السرعة يلي عند المساحة الكبيرة كانت 21، السرعة عند المساحة الصغيرة كانت 190. وبالتالي لما تكون المساحة كبيرة سرعتها صغيرة، أما لما المساحة صغيرة السرعة رح تكون كبيرة. وقال لك إنه الفرق بينهم 9 أضعاف، تضاعف 9 مرات. طيب نيجي لهذا السؤال، هو معطينا هون بربيش، أوكي، وهنا مساحة A1 A2، وهنا V1 هنا في 2 مثلا. معطيك the radius of the pipe has increased 5 times at the next end of the pipe، اوكي، فبحكي لك انه هي عندنا R1 تساوي 5R2، اوكي، فهذا الراديوس اتضاعف 5 مرات. طيب ايش هو the average speed at the larger end in the terms of the smaller one؟ يعني احنا بنلاقي النسبة تبعت ال V1 بالنسبة لل V2، اذا النسبة بينهم. فلا بنقول Q1 تساوي Q2، بنعوض بالقانون، هذا A1 V1 تساوي A2 V2. فهلا ال A1 عبارة عن باي R1 تربيع مضروبة بال V1، هنا باي R2 تربيع مضروبة بال V2، الباي بتروح مع الباي. هلا ال R1 قلنا بتساوي 5R2، طيب فبنعوض 5R2 الكل تربيع مضروب بال V1، هنا عنا تساوي R2 تربيع مضروب بال V2. هلا التربيع بتتوزع اللي بين الأقواس، فبتصير 25 R2 تربيع مضروب بال V1 تساوي R2 تربيع V2. هلا ال R2 تربيع بتروح مع ال R2 تربيع، فبضل عنا إنه ال V2 تساوي 25 من V1، أوكي. هلا هو عاكسها هنا، قسم هون على 25 على 25، طيب فصارت عنا هون إنه ال V1 تساوي 1/25 من ال V2، هي نفسها، يا بيجيك بالامتحان خيرات هاي يا إما هاي. هلأ نيجي هون معطيك قانون البريشر، P تساوي الفورس على الأريا، بقولك إنه هي سكيلر كوانتيتي، كمية قياسية. معطينا هون the dimension of a mattress، أوكي، عنا هون mattress، الأبعاد تبعتها اللي هو الطول والعرض والارتفاع 2 × 2 × 0.3. إيش هو الوزن تبع الووتر انبيد؟ هلأ عنا هون ومعطيك ان الرو بتساوي 1000 كيلوغرام على متر تكعيب. طيب فهلأ بنقول اول اشي الوزن اللي هو الويت بيساوي mg. طيب الجي دايما بنعرف انه هي 10، كيف نطلع الماس؟ طالما معطيك الرو ومعطيك الابعاد بنقدر نطلعها من القانون انه ماس بيساوي رو ضرب في، فالرو بألف مضروبة ب الفي، هو معطيك الأبعاد الثلاثة، فعلى طول تضربهم ببعض، طول في العرض في الارتفاع ونضربهم بالقالب يطلع عنا 1.2،
أوكي، هلأ بعد ما نطلع هذا الجواب بيطلع لنا 1200 كيلو. هاي اللي طلعناها هي الماس. هو إيش بده؟ بده الويت، فبنضربها بعشرة اللي هو نضربها في الجاذبية، فبتطلع لنا 12000 نيوتن. هلأ نيجي لهون، برضو هون قانون تعويض مباشر. Find the pressure exerted by the mattress on the floor. هذا تابع للسؤال اللي قبله. طيب بده الضغط يلي بيعمله الماترس على الأرضية. فهلأ ال F بتساوي ال MG. أوكي، القوة يلي بتطبقها على الأرضية رح تكون قوة وزنها بتساوي ال MG. طيب ال MG إحنا طلعناها من قبل اللي هي بالسؤال اللي قبله 12000. طيب على الأربع متر تربيع موجودة بالسؤال. طيب وبيطلع لنا الضغط بالباسكال. نيجي لهذا السؤال. 60 كيلو بيرسون، التو فيت تبعونه رجلينه بغطوا مساحة قدرها 500 سنتيمتر تربيع. طيب ايش هو الضغط يلي بيعملوا هدول الرجلين تبعونه يعني على الأرضية؟ طيب فهلأ بنقول انه ال P تساوي F على A، وقلنا انه القوة اللي بأثر فيها رجلي على الأرضية رح تكون قوة وزنه. طيب فبنقول ال MG كتلته 60، معناها الوزن تبعه رح تكون 60 ضرب العشرة 600، على الاريا يلي الاريا اللي حطت رجله عليها 500 سنتيمتر تربيع. بنحولها لمتر تربيع، قلنا عشان نحول من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع بنضرب في 10 أس سالب 4، ف 500 ضرب 10 أس سالب 4 بيطلع لنا بالباسكال. هلا الفكرة بالسؤال الثاني، إذا نفس هذا الشخص وقف على رجل واحدة، أوكي، فهالمرة إيش رح يكون الضغط اللي قاعد عم بيطبقه على الأرضية؟ طيب هلأ هو نفس الشخص وزنه ما رح يتغير، طيب وبالتالي 60 كيلو رح تضلها 60 كيلو، فلما نيجي نطلع وزنه الـ MG رح تضلها 600 نفس ما هي. شو اللي رح يتغير؟ المساحة يلي هو واقف عليها. أول مرة كان واقف على مساحتين برجلين تنتين فكانت 500. طيب لما وقف على إجر واحدة معناها رح يوقف على نصف هاي المساحة، فرح نقول 500 قسمة 2 رح تعطينا 250 سنتيمتر تربيع ضرب 10 أس سالب 4 عشان نحولها لمتر تربيع، فبيعطينا البريشر يلي هو بيطبقه. هلأ نيجي لهذا، هذا برضو واحد من القوانين المهمة. قال لك إنه P1 زائد نص رو V1 تربيع زائد رو G H1 رح تساوي P2 زائد نص رو V2 تربيع زائد رو G H2. يعني هذا البربيش اللي هنا رح يكون على ارتفاع معين من سطح الأرض، فها هي القانون تبعه من طبقه، بحيث إنه ال G بتساوي 10 معلقة تربيع، الرو للووتر اللي هي كثافة الووتر 1000 كيلوغرام، الرو هي الدنسيتي. أوكي، هلأ في عنا حالتين لهذا القانون. هلأ أفرض مثلا لو عنا هاي هون بربيش، هاي بربيش، وحطينا هذا البربيش بشكل أفقي اللي هو هوريزنتال. فهلأ الفتحة هاي رح تكون على ارتفاع H1 وهاي الفتحة رح تكون على ارتفاع H2. لو حكالك بالسؤال هوريزنتال معناها أفقي، معناها الارتفاع هنا H1 رح يساوي ال H2، وبالتالي لما نيجي لهذا القانون ال H1 وال H2 متساويين، ال G وال G متساويين، ال Rho وال Rho طبعا الكثافة ما بتتغير متساويين، وبالتالي هاي رح تروح مع هاي، فرح يتصفى عنا بالقانون إنه P1 زائد نص Rho V1 تربيع تساوي P2 زائد نص Rho V2 تربيع. هذا لو قال لك بالسؤال هوريزنتال. طيب لو حكى لك عنا constant velocity عم يتحرك بسرعة ثابتة، أوكي، يعني V1 بتساوي V2، وبالتالي لما نرجع للقانون رح تكون النص نفسها ثابتة، الرو ثابتة، ال V1 وال V2 متساويات فمعناها ثوابت، هذا كله ثوابت فبيروحوا مع بعض، فرح يتبقى عنا P1 زائد رو جي اتش 1 P2 زائد رو جي اتش 2. أوكي، هاي الحالتين. هلأ نيجي لأول حالة، هاي سؤال عليها. Okay. هلا بيقول لك in a horizontal pipe if the radius decreases from جذر 6 ل جذر 3 سنتيمتر، فعنا هنا ال R1 جذر 6 سنتي وال R2 بتساوي جذر 3 سنتي and the velocity of the water في ال wider is 2m على s. هلا مين فيهم ال wider؟ اكيد جذر 6 رح يكون اكبر، معناها هنا V1 رح تساوي 2m على s. Find the pressure difference between the narrower to the wider. The pressure difference يعني ال P2 ناقص ال P1، الدفرنس اللي بينهم يعني حاصل طرحهم.
فبده هلا ال P2 ناقص P1. فهلا نيجي لهون. هلا هو بالسؤال حكي لك انه هو horizontal pipe، معناها بنستنتج بانه H1 رح تساوي ال H2، وبالتالي رح نقول قانونه P1 زائد نص رو V1 تربيع تساوي P2 زائد نص رو V2 تربيع. هلا هو بده الدفرنس، يعني P2 ناقص P1، فبنروح بنقول P1 بنوديها للجهة الثانية فبتصير سالبة، هاي بنوديها للجهة الثانية فبتصير سالبة، فبصير عندنا P2 ناقص P1 رح تساوي نص رو V1 تربيع ناقص نص رو V2 تربيع. اوكي، فبنعوض كل اشي زي ما هو. هلا لما نيجي هون نعوض نقول P2 ناقص P1 تساوي نص رو V1 تربيع ناقص نص رو V2 تربيع. P2 ناقص P1 تساوي نص. هلا الرو اللي هي 1000 كثافة المي، اوكي، مضروبة ب ال V1 تربيع ناقص نص مضروبة في الألف مضروبة ب ال V2 تربيع. هلا ال V1 وال V2 نيجي هيك على جنب لازم نطلعهم. فهلا مش ال Q1 رح تساوي ال A1 مضروبة ب ال V1، وال Q2 بتساوي A2 مضروبة بال V2. هلا ال Q1 بتساوي Q2، فبنقول A1 V1 رح تساوي ال A2 V2. هلا احنا اوريدي معطينا الراديوس اللي هو الراديوس الاول جذر 6 سنتي، الراديوس الثاني جذر 3 سنتي. فلما نيجي نعوض بنقول باي مضروبه في جذر 6 تربيع، اوكي، V1 صح، هو معطينا هون ال V1 اللي هي 2M على S، فمنعوضها مباشرة، فمنقول هون مضروبة في 2 تساوي ال A2 اللي هو باي مضروبة في جذر 3 تربيع مضروبة ب ال V2. اوكي، فالباي بتروح مع الباي، التربيع والجذر التربيع والجذر بيروحوا، فبضل عنا 6 مضروبة في 2 رح تساوي 3 V2 على 3 على 3، 6 مضروبة في 2 اللي هي 12 على 3 V2 رح تطلع عنا 4 متر لكل ثانية. فهيك طلعنا احنا 4 متر لكل ثانية. اوكي، هلأ بالنسبة انه احنا ليش ما حولنا، انت لما تيجي تحول، هلأ لما يكونوا قيمتين هون متساويين زي بعض ولما نيجي نحول رح يطلع نفس الاشي سواء مع تحويل او بدون، بس في حال اذا بدك تحول انت عادي بتقدر تحول، بس بالنهاية رح يطلع نفس الجواب سواء حولت او ما حولت، بيطلع عنا 4M على S. بنرجع للقانون الأصلي، عنا النص مضروب بالألف مضروب بالاثنين ناقص النص مضروب بالألف مضروب في الأربعة اللي احنا طلعناها، فبيطلع عنا آخر الجواب بالآلة الحاسبة بنعوض كل هاد، بيطلع عنا P2 ناقص P1 عبارة عن 12000 نيوتن على متر تربيع. طيب هلا نيجي هون، الـ pressure at any point تعتمد على الـ depth. يعني مثلا عنا هون معطيك زي دلو، اوكي، واحنا عندنا هون جسم عند النقطة A، وهون هي الووتر، هاي النقطة A تبعد ارتفاع H عن السطح. طيب هلأ في عندنا حالتين، الحالة الأولى لو كان مثلا هذا الدلو مفتوح، هلأ بما انه مفتوح بدنا نحسب الضغط يلي موجود على الـ A، عندنا ضغطين، ضغط المي اللي فوقيها عم بيأثر عليها، تاني اشي عند الضغط الجوي، الضغط الجوي برضو بيأثر عليها بما انه الدلو مفتوح فالضغط الجوي عم بيأثر عليها. فبنقول البريشر عند النقطة A عبارة عن ال PATM اللي هو الضغط الجوي زائد ال RHG اللي هو الضغط تبع المي. طيب في حال لو كان الدلو مسكر، الدلو مسكر معناها هي معزولة عن الهواء الخارجي، معناها ما في هواء عم يوصلها، معناها ما في ضغط هواء، معناها ال PATM مش موجودة، الضغط اللي رح يكون عليها بس ضغط المي اللي بيساوي رو جي اتش. طيب هلا هون ال PATM نحفظها اللي هي بتساوي 1.013 × 10^5 باسكال. اوكي، هلا في حال لو جاب لك سؤال عن جسم الانسان، جسم الانسان يعتبر نظام مغلق وبالتالي ما بنحط ال PATM بالقانون. هلا عندنا هون بي اللي هي بي تبع الجوج بريشر،
بتساوي رو جي اتش، هي نفسها بي اي تي ام ناقص البي اي، سوري ناقص البي اي تي ام. طيب وانا بحكي لك انه الاتش هو العمق اللي هو ذا ديبث، الرو اللي هي density of the water 1000، والجي هي 10. طيب هم معطيك ولك what is the gauge pressure لما يكون على عمق 150 سنتيمتر، لو عندنا نقطة معينة موجودة على عمق 150 سنتيمتر من سطح المي، بحيث انه الدنسيتي 1000 كيلو. فهلا السنتيمتر بنحولها للمتر، 1.5. الضغط رح يساوي رو جي اتش، gauge pressure هيها بتساوي رو جي اتش، الرو ب 1000، الجي ب 10، والاتش معطيك اياها بالسؤال، حولناها من 150 ل1.5 فبتصير 1.5، بصير عندنا هنا 15000 نيوتن على متر تربيع، تعويض مباشر بالآلة. طيب نيجي لهون، as shown find the pressure at point x if the tank is opened. هلا هو اللي معطيك اياها هيها، هاي سطح المي وهي النقطة x هون موجودة. هلا هو معطيك هنا المسافة بينها وبين القاع 20 سنتيمتر، اوكي، ومعطيك الدلو كلياته هنا 3 متر. فهلا احنا بقول لك التانك از اوبند، بما انه اوبند معناها الضغط رح يساوي البي اي تي ام زائد الرو جي اتش. هلا البي اي تي ام اللي هي احنا بنعرفها 1.013 × 10^5 زائد الرو ب 1000 مضروبه الجي ب 10 مضروبه في الاتش. هلا الاتش، الاتش لازم تنتبه انه الاتش هي المسافه بين النقطه وبين سطح المي، اما اللي هو معطيك اياها بالسؤال هاي بين النقطه وبين القاع تبع الدلو، وبالتالي عشان نطلع بينها وبين سطح المي، هلا هاي زائد هاي اوكي بتعطينا 3 متر، فبنقول ال 3 ناقص ال 20 سنتي، هلا ال 20 سنتي حولها لمتر بتصير 0.2 متر، وبالتالي لما نيجي نطلعها عشان نطلع هاي رح تطلع 2.8 متر. فهاي 2.8 متر هي الاتش مش العشرين سنتي، لانه الاتش هي المسافة بين الاكس وبين سطح المي، اما اللي هو معطيك اياها المسافة بين اكس وبين القاع تبع الدلو، وبالتالي بنطرح الثلاثة من هاي فبيطلع عنا 2.8 متر، بنعوضها هون، واخر اشي هذا كلياته بنحطه بالآلة الحاسبة وبيطلع لنا. طيب اذا كان هذا التانك نفسه بس closed، بنعوض كل إشي نفس ما هو، بس ما بنقول زائد بي اي تي ام، وبنعوض نفس الإشي 1000 مضروب في 10 مضروب في الاتش اللي احنا طلعناها 2.8، وبتطلع عنا الضغط قد بيطلع. طيب هلا نيجي لهاي، معطيك هنا دلو، هذا الدلو فيه زيت وفيه ووتر، في عندك نقطة اكس محطوطة على سطح المي بالضبط، وفي عندك نقطة واي محطوطة تحت المي. طيب هلا المسافة هنا من واي للقاع بعشرين سنتي، اوكي، المسافة تبعت الدلو ككل 3 متر. طيب ومعطيك هنا اللي هي المسافة هاي، وهاي المسافة يلي من هون بس اللي هي هاي هيك تبعت الاويل 1.5، اللي هي قد 1.5 متر. طيب هلا ايش اللي بده؟ بده البريشر، طيب يلي على النقطة X والبريشر يلي على النقطة Y، في حال إذا كان السيستم كلوزد. طالما السيستم كلوزد يعني بولا قانون رح نحط بي اي تي ام، لأنه ما في ضغط جوي. فهلا نيجي لأول وحدة اللي هي البي على النقطة X، رح تساوي رو جي اتش. هلا النقطة X موجودة على سطح المي، ايش الضغط يلي بيأثر عليها؟ هلأ هو closed يعني ما في ضغط جوي، الضغط الوحيد يلي بيأثر عليها هو ضغط الأويل، ما بيأثر عليها ضغط مي. ليش؟ لأنه هي على سطح المي already، فما في مي فوقها عشان يأثر عليها، فالإشي الوحيد اللي بيأثر عليها هو الضغط تبع الأويل، وبالتالي بنقول الرو تبع الأويل، الرو تبع الأويل معطيك إياه بالسؤال هيو اللي هو 850، فبنقول 850 مضروبة في 10 مضروبة في ال H، ايش المسافة بينها وبين سطح الأويل؟ هاي اللي هي 1.5، فبنقول ضرب 1.5 وبنعود على السريع. هلأ وين الترك بالسؤال؟ اللي هو عند الضغط تبع النقطة Y،
الضغط تبع النقطة واي. هلأ هون عندها ضغطين بيأثروا عليها، النقطة واي موجودة تحت المي، فأول إشي في كمية مي بتأثر عليها، هاي أول واحدة. تاني إشي في كمية أويل بتأثر عليها، هاي تاني واحدة. معناها بنقول إنه رو تبع الأويل جي اتش تبع الأويل زائد الرو تبعت الووتر في جي في اتش للووتر، فعندها اشيين بيأثروا عليها تبعت الأويل وتبعت الووتر. طيب هلأ نيجي للووتر أول. الرو للووتر بألف ضرب العشرة ضرب. هلأ الارتفاع، هلأ الواي موجودة على ارتفاع 20 من القاع، فإحنا قلنا بدنا نطلع قد الارتفاع من سطح المي. أوكي، فهلأ عشان نطلع هاي المسافة خلينا نكبرها بس أحسن. إحنا عنا هون، عنا هون، وهي واي. أوكي، هاي 1.5 متر، وهي كلياتها 3 متر، وهاي اللي هون 20 سنتي. أوكي، فهلأ إحنا بدنا المسافة بين سطح المي والووتر. هلأ مش هدول الثلاث أجزاء اللي هو من هاي لهاي وهاي لهاي وهاي لهاي كلياتهم بيساوي 3 متر. طيب فرح نروح نقول 3 متر ناقص 1.5 متر زائد 20 سنتي بنحولها بتصير 0.2 متر. طيب فبنطلعها بالآلة بتطلع لنا 1.2 متر. هاي اللي طلعت معنا اللي هي المسافة بين واي وبين سطح المي فقط اللي هي هون لحد هون. وبالتالي لما نيجي نعوض هون بالاتش رح نقول 1.2، هي طلعنا ضغط المي فقط عليها. طيب بدنا نطلع ضغط الاويل على النقطة واي. هلأ البي للاويل، رول الاويل 850 مضروبة في الجي ب10 مضروبة في. هلأ نيجي للارتفاع. هلأ الواي هون الارتفاع تبعها تبع الاويل لحاله اوكي 1.5. ما هناخد الارتفاع هذا كلياته لانه احنا بدنا بس الارتفاع تبع الاويل. الارتفاع تبع الاويل 1.5، وبالتالي بنقول 1.5. صار عندنا ضغط الاويل زائد الضغط تبع المي، بنجمعهم وبنعوضهم بالآلة الحاسبة وبيطلع عندنا الضغط يلي على واي. طيب نيجي لهون. If the distance between the brain and the heart 50 سنتي، find the pressure difference. The pressure difference اللي هو بده فرق الضغط بين البرين والهارت. طيب ومعطيك هنا الصفحة اللي بعديها معطيك إنه الرول للبلد 1060 كيلو جرام على متر تكعيب. فهلأ بنقول LP رح تساوي الرو جي اتش تعويض مباشر 1060 مضروبة في العشرة مضروبة في الاتش، ومعطيك إياها 50 سنتي بنحولها لمتر بتصير 0.5 متر. فبنعوض وبطلع لنا الجواب على السريع. هلأ نيجي هون for the ocean. هلأ الأوشن open system نظام مفتوح، لما يعطيك إنه ocean أو sea مثلا أو هيك إشي معناه هم معرضين للضغط الجوي، المحيط معرض للضغط الجوي، معناها رح نحط الضغط الجوي في القانون. At what depth from its surface does the pressure become twice of atmospheric pressure. طيب هلأ هو بيقول لك إنه الضغط P بيساوي ضعف الـ PATM. هلأ الـ PATM إحنا حافظينها إنه هي 1.013 × 10^5، بنضرب هذا الرقم في 2 فبطلع عنا 2.026 × 10^5 تساوي. هلأ هو open system معناها لازم نحط الـ PATM، بنعوض بالـ PATM 1.013 × 10^5 زائد الـ rho gh، الروب 1000 الجيب 10 والاتش هي اللي مجهول اللي هو بده اياها بالسؤال، وكل هذا برضه بنعوضه تعويض مباشر بالآلة وبيطلع لنا الاتش. هلا نيجي لهون اوتش ولك as shown in the figure find the force at the bottom of the cube. فاحنا عندنا هون عندنا مكعب. طيب هذا المكعب الطول هون تبعه الارتفاع 2 متر. طيب وهنا هون سطح البحر، والفرق بين سطح البحر وسطح المكعب 6 متر المسافة اللي بينهم. هلأ هو ايش بده بالضبط؟ بده الفورس يلي موجودة على البوتوم
of the cube. اوكي، فهلا الفورس يلي على البوتوم اوف ذا كيوب معناها الارتفاع، هلا هو البي بتساوي الفورس على اريا. هاي اول قانون، اللي هو القانون اللي رح نطلع منه الفورس. طيب كيف بدنا نطلع البي؟ البي هي نفسها مجهوله، فبنقول البي عباره عن البي اي تي ام زائد الرو جي اتش. بي اي تي ام موجوده ضرب 10 اس 5 زائد الرو اللي هي 1000، الجي 10. هلا بنيجي للاتش. هلا هو ايش بده بالضبط؟ بده الفورس يلي على قاع المكعب. طيب فهلا قاع المكعب، هلا المسافه اللي هي معطينا اياها فوق اللي هي 6 متر، هاي المسافه اللي موجوده على سطح المكعب، واحنا بدنا المسافه على قاع المكعب، فبنجمع ال6 مع ال2 عشان يعطينا المسافه هاي كلها، فبين 6 و2 ب8. طيب بنطلع هاي من خلالها البي، بتطلع عنا البي. بعد ما نطلع البي بنروح بنعوضها هون، بي تساوي اف على اريا. طيب هلا بالنسبه للاريا ايش هي المساحه؟ هلا مش هاد مكعب؟ طيب فقاعدته رح تكون على شكل مربع، المربع طوله نفس عرضه، مساحته العرض في الطول، طول في العرض، فبنقول 2 ضرب 2 رح يعطينا 4، معناها المساحة رح تكون 4، وبالتالي بنقول البي رح تساوي الاف على اريا، البي اللي احنا طلعناه هون والاف اللي احنا بدنا اياها، الاريا اللي هي 4. قلنا ليش 4؟ لأنه قاعدة المكعب مربعة، فمساحته رح تكون الطول في العرض 2 في 2 رح تعطينا 4 متر تربيع، وبالتالي بنعوض فيها اوكي هنا وبتطلع لنا. طيب هلا نيجي هون أرخميدس برينسيبل. هلا عندنا ثلاث حالات لما جبنا جسم حطيناه في المي. أول حالة يا أما بيكون كثافة الجسم أكبر من كثافة المي، لو كانت كثافة الجسم كبيرة معناها هو رح يطفو لجوا لتحت المي ورح يوصل للقاع. أوكي؟ طيب لو كانت الرول الأس بتساوي الرول الأل، يعني كثافة الجسمين متساوية، كثافة المي مع كثافة الجسم نفس بعض، الجسم رح يضل زي كأنه معلق بالنص. طيب الرول أس لو كانت أقل من الرول أل، لو كان الجسم خفيف وكثافته أقل من كثافة المي، فرح يطفو على السطح. طيب هلا لو حكى لك هدول الكلمتين اللي هو submerged و immersed، totally immersed معناها مغمور كليا. طيب شو يعني مغمور كليا؟ يعني هو خلص نزل للقاع وانغمر كله بالمي، معناها كثافة الجسم أكبر من كثافة الليكويد اللي هو المي أو أيا كان الليكويد يعني، فبيكون رو اس أكبر من رو ال. طيب هلا لما يكون رو اس أكبر من رو ال، في شغلة لازم نحفظها، إنه رح تكون ال في اس بتساوي ال في ال. كيف يعني؟ يعني مثلا لو احنا جبنا جسم غطسناه جوا المي، كان كثافته كبيرة اكبر من كثافة المي وغطسناه جوا المي، رح يطرطش شوية مي لبرا. اوكي، حجم الجسم يلي احنا دخلناه رح يساوي حجم المي او كمية المي اللي طرطشت لبرا، فبنقول انه ال V solid اللي هو حجم الجسم رح يساوي حجم السائل المزاح اللي هو حجم المي اللي طلعت لا طلعت لبرا او ارتفعت، وبالتالي V solid رح تساوي V liquid، وهذا هو الأرخميدس برينسيبل. طيب في عنا اشي اسمه ال FP اللي هي قوة الطفو. هلأ الجسم لما يطفو بقول لك انه في عنده قوة طفو هو اللي بتخليه يطفو. اوكي، قوة الطفو هاي بتساوي ال M في G اللي هو وزن السائل المزاح. طيب قوة الطفو دائما بيكون اتجاهها لأعلى. اوكي هلأ نيجي لهدول الأربع حالات. هلا أول حالة بيحكي لك في حال لو كان هاي سطح المي وفي عنا هنا هاي الجسم. أوكي، هذا الجسم لو كان لحاله هيك في عنده قوتين بأثر عليه، قوة الوزن لتحت وفي عنده قوة الطفو لفوق، فبتكون عنا FP تساوي MG. أوكي، هاي أول حالة. نيجي للحالة الثانية، لو عنا الجسم احنا مطلعين من هون مثلا اشي ومعلقينه فيه، فمعلقين الجسم بقوة شد لفوق، فهي قوة شد قاعدة عم بتأثر عليه، وفي عنده طبعا قوة طفو من المي FB، وطبعا قوة وزنه لتحت، وبالتالي بنقول T زائد ال FB بما انه بنفس الاتجاه، فبنقول زائد
بيساوي الام جي. هاي تاني حالة. طيب نيجي لتالت حالة، عندنا هاي الجسم solid. اوكي، هالمرة بدل ما يكون الجسم زي هاي الحالة معلق من فوق، هالمرة احنا ربطناه بإشي من تحت، وبالتالي في قوة قاعدة عم بتشده من تحت، وبالتالي رح تكون التي لتحت، وفي عنده قوة ام جي قوة وزنه لتحت، والاف بي قلنا دايما لفوق، وبالتالي رح تكون الاف بي تساوي تي زائد ام جي. طيب نيجي لرابع حالة، لو عنا مثلا هون قطعة ثلج ايس، واجينا حطينا عليها قلنا هون اساسا هاي فقمة، يعني حيوان الفقمة اجا ونط على هاي الايس. اوكي، فهلا صار عنا ايش في عنا؟ صار في عنا وزنين، وزن الفقمة ووزن كتلة الايس، وبالتالي بنقول الام جي ام واحد جي واحد، وفي عنا ام تو، هون ما في واحد، ام تو جي، وهنا عنا قوة الطفو لفوق، وبالتالي ال FB رح تساوي M1G زائد M2G. قلنا ليش عنا وزنين؟ لأنه وزن الفقمة ووزن التلج بيساوي قوة الطفو لفوق. هدول هم الأربع حالات. طيب نيجي عنا لهذا السؤال، ستون كتلته 6 كيلو جرام، وعنا هنا الدنسيتي 1200 اللي هو تبعت السوليد. It is immersed totally in water. قلنا بما أنه immersed معناها الرو اس رح تكون أكبر من الرو ال. What is the tension؟ اللي هو هاد هو معطيك الرسمة، عنا هنا هاي الرسمة، هلأ التي لفوق وعنا اف بي لفوق وعنا قوة وزنه لتحت. هلأ في قانون ما قلنا اللي هو قانون الاف بي. هلا ال FB بيساوي الرو لل L في ال V لل L في ال G، رو L V L في G. اوكي، هذا القانون تبع ال FB. طيب هلا نيجي هنا، هلا قلنا هدول اتنين لفوق، فمنقول T زائد ال FB بيساوي ال MG. ال T احنا بدنا اياها، ال FB مش معنا بتساوي، هلأ ال M معطيكيها بالسؤال هي 6 مضروبة في 10 يعني 60. هلأ ال FB كيف بنطلعها؟ بنقول رو L في L في G. هلأ نيجي هون، هلأ هو رو L في L في G، الرو L اللي هي كثافة المي ب 1000، ال في L مضروبة في 10. طيب بدنا نطلع ال في L عشان نقدر نطلع قوة الطفو. هلأ مش قلنا ال VL بتساوي ال VS، هذا قانون أرخميدس. طيب هلأ بدنا نطلع طيب ال VS كمان عشان نقدر نطلع ال VL. هلأ ال VS احنا معطينا ال رو S بالسؤال 1200، ومعطينا ال MS كتلتها بستة كيلو، معناها بنقدر نطلع ال volume. هلأ ال V رح تساوي ال M على ال رو، وبالتالي على السريع بنطلعها ال M 6 على ال رو ب 1200، فستة على 1200 منطلع ال V، بتطلع معنا 1/200. هاي اللي طلعت هي ال VS، وال VS بتساوي ال VL، معناها هيك طلعنا ال VL. طيب نرجع نعوض هون بالقانون، FB قلنا بتساوي رو ال VLG، الرو ال ب 1000، ال VL احنا طلعناها هيها، والجي ب 10، بنطلع ال FB. بعدين بنرجع مرة تانية للقانون الأول، ال FB صارت معنا ب 50، بنروح بنعوضها 50 هون، وبنقدر نطلع التي آخر إشي بتطلع لنا 10. طيب نيجي لهون، as shown in the figure بده ال FB اللي هو قوة الطفو. طيب هلأ هون بدنا نفهم شغلة، عنا هون معطيك بالسؤال هاي الكتلة، مرة حطها علقها بالهواء، ومرة علقها وحطها بالمي، وقال لك انه هون التي بتساوي 18 نيوتن. طيب شو الفادي انه احنا يعطينا اياها وهي بالهواء؟ هلا احنا عنا هون هاي وهي معلقه بالهواء، التنشن تبعها بتساوي 18 نيوتن. هون الاشي الوحيد اللي بأثر عليها اللي هي تي من فوق وقوه وزنها من تحت، فبتكون تي بتساوي ام جي. طيب لما نيجي لهون، هون في عندها قوتين بأثروا عليها اللي هي تي من فوق واف بي من فوق، وفي عندها ام جي، وبالتالي بتصير تي زائد اف بي بتساوي ام جي. معناها هل التي يلي موجوده هون بتساوي التي اللي هون 18 نيوتن؟ لا،
بتختلف. نقول مثلا ليش، لو احنا مثلا عندنا هذا الصندوق، اوكي، ومثلا لو قلنا انا معي صندوق ومية كيلو وزنه، هل لما انا احمله لحالي ببذل قوة نفس القوة اللي ببذلها لما حدا تاني يحملها معي؟ لا طبعا، لما يكون شخص واحد قاعد عم يحملها رح تكون غير عن لما يكون شخصين قاعدين عم يحملوها. طيب، وبالتالي لما تكون هون التي هي لحالها اللي قاعدة عم بتشدها لفوق رح تكون 18 نيوتن، بينما لما تكون هون التي عم بتشدها ومعها قوة طفو تانية كمان قاعدة عم بتشد في الجسم، معناها رح تخف القوة اللي هي قوة الشد هون، رح تخف غير عن هون. طيب، وبالتالي التي اللي موجودة هون غير عن التي اللي هون، وبالتالي بنقول تي زائد اف بي تساوي. هلأ شو الاشي اللي نفس بعض بيكون؟ هلأ بدنا نطلع هون الكتلة، هل كتلة الجسم هون نفس كتلة الجسم هون؟ اه، نفس كتلة الجسم. كتلة الجسم ما بتتغير سواء حطيناها في هواء او في مي او في غيره. وبالتالي هلأ هون التي هون في الهواء 18 بتساوي الام مضروبة في العشرة على عشرة على عشرة، بيطلع الام بتساوي 1.8 كيلو. فلما نيجي هون نعوض، الام رح تكون 1.8 مضروبة في الجي اللي هي 10. طيب، فهيك صار عنا تي زائد اف بي بتساوي 1.8 ضرب 10. طيب،